منورين والله. مبسوطه باهتمامكم وحضوركم والله يعني بجد. وانتوا يمكن يعني ما تجيش الفرصه كتير، انا ساعات ما بعملش انترفيوز، بس عايزه اقول بجد انه حضوركم وجودكم انتوا بتضيفوا لينا والشغل اللي احنا عاملينه، وانتوا اللي بتبروزوه وبتوصلوه للناس، فدي حاجه مهمه جدا يعني. انا عايز اعرف منك تحمسك لدورك في الكاهن، شايفين في مجهود كبير ظاهر في التريلر ما بينك وما بين اياد ومجموعه كبيره من نجوم الفنانين. الحقيقه يعني هو فخر ليا وشرف ان انا اكون موجوده في المجموعه العظيمه من الفنانين الكبار والاساتذه اللي معايا، سواء يعني اللي من جيلي اياد وفتحي، وسواء الاساتذه الكبار استاذ حسين فهمي واستاذ محمود حميده واستاذ جمال سليمان، وكمان المخرج عثمان ابو لبن ومحمد ناير اللي عنده يعني افكار مجنونه لكن حاولنا نعملها. الفيلم كان صعب، كان فيه مجهود كبير من كل العناصر يعني، سواء امام الكاميرا او صناع الفيلم ورا الكاميرا، لكن الحمد لله خلاص هو دلوقتي خرج للناس والناس هي اللي هتحكم عليه. واتمنى بجد من كل قلبي انه يعجب الناس على قد ما بذلنا فيه مجهود، واتمنى ان دوري اللي قدمته بجد من قلبي يعني يوصل للناس. شكرا. 22 والله.